بسم الله. برنامج الاول بلان من ضمن برامج البيم، فهو بيتعامل مع برامج البيم وبيتعامل مع برامج الاوتوكاد كمان، فاقدر اعمل منه امبورت اكسبورت. من فايل هقول له امبورت، الاقي ان هو ممكن ياخد ملفات اوتوكاد سواء دي دبليو جي او دي اكس اف، ممكن ياخد ملفات مايكرو ستيشن. ده برنامج من البرامج المحترمه اللي ان شاء الله هنشرحه قريب. ممكن ملف بي دي اف، ابدا اشوف الخريطه فين وابدا انا اشتغل عليها. الاي اف سي ده امتداد مشترك بين البرامج، وده اوبن سورس مفتوح المصدر. سينما 4 دي ده برنامج بتقدر تعمل منه نماذج وتقدر تعمل منه ريندر، يعني اغلب الشغل بتاعه بيبقى انا عملت شغل على برنامج الريفيت او الاول بلان او برنامج الارشكاد، وادخله على سينما 4 دي اعمل له الريندر بتاعه. او رينو، وده برضو من برامج النمذجة. الفي ار ام ال، الاس تي ال، كل حاجة بتقدر اعملها امبورت وفي نفس الوقت اعملها اكسبورت، سواء ممكن عايز اصدر اوتوكاد، عايز اصدر مايكرو ستيشن، عايز اصدر اي اف سي او بي دي اف، وبي دي اف 3 دي كمان، سينما 4 دي، رينو، اس تي ال. طب تعالى نعمل امبورت كده لملف اوتوكاد. طبعا الانسب ان انا اديله دي اكس اف واقول له اوبن، لان دي اكس اف برنامج متخصص للتبادل بين البرامج. ممكن اقول له موديفاي وابدا اعدل اذا كان في خطوط عايز اعدلها او في فوتات، اقول له اوكي. يبدأ بقى الملف يظهر معايا اهوت، وهو بدأ يعرف ان ده مثلا دايمنشن، بدأ يفرق بين الخطوط. فممكن اجي مثلا اقول له انا عايز ارسم وول، واختار وول وابدأ ارسم. بعد طبعا ما اقيس المسافة قد ايه اقول له اعكس لي، وابدأ ارسم مثلا من هنا لهنا، وابدأ اكمل الرسم لحد ما ارسم الشكل كاملا على سبيل المثال. طيب عايز اشوف الشكل ده في 3D. تمام، خلصت ادوس سكيب. عايز اشوف الشكل في 3D، اروح دايس F4 ظهر مع الشكل ده. طب انا عايز اشوف في 2D و 3D في نفس الوقت، اجي هنا من ويندو اقول له انا عايز vertically، فبقى بالشكل ده. فانا دلوقتي لو جيت وبدأت اكمل الشغل بتاعي من وول، هتلاقي ان الحيطة بتترسم برضو هناك اهيت. اللي انا بعمله الناحية دي هو بيظهر معايا الناحية التانية بالشكل ده.